ربما تكون قد رأيت ثعابين سامة للغاية تصطاد الفرائس مثل الطيور والجرذان أو حتى الفرائس الأكبر منها مثل الماعز، ولكن هل سبق لك أن رأيت ثعباناً عدوانياً متوحشاً يحاول مطاردة سحلية كبيرة؟ إنه من النادر جداً رؤية مثل هذه المعارك في حياتنا اليومية، ومع ذلك فقد التقط شخص ما مشهداً أكثر من رائع، وهو اليافعى الكبرى التي كانت تحاول التهام فريسة أكبر منها بعشرات المرات. وفقاً لسلوكيات الحيوانات، يميل المفترسون إلى اصطياد الفرائس التي هي أكبر منهم بكثير عندما تكون هناك ندرة في الطعام في جميع أنحاء المنطقة، وربما هذا هو السبب الذي جعل الكوبرا تهجم على هذا الحيوان. عادة ما يكون الكوبرا حيواناً مفترساً ليلياً، لكن في هذه المرة اختار أن يصطاد في النهار على الطريق السريع، ومن حسن الحظ أنه كان هناك شخص قام بتوثيق هذه اللحظات المذهلة. في البداية كان من الواضح أن أفعى الكوبرا تحاول التهام فريسة أكبر منها، ويبدو أنه شيء مستحيل، لكن مع مرور بعض الوقت اختلفت هذه الفكرة نهائياً، فقد استطاع سم الكوبرا قتل هذه السحلية الكبيرة. ودعونا لا ننسى أن السحلية كانت قد قاومت حتى اللحظة الأخيرة بكل قوتها، ويبدو أن الكوبرا هي الفائز الحقيقي في هذه المعركة، فقد وضعت سمها في كل منطقة في جسد السحلية، لكن الغريب هو أن السحلية قد استمرت في محاولة للهروب على أمل أن تبقى على قيد الحياة. وبعد مرور عدة دقائق كانت أفعى الكوبرا قد تراجعت قليلا عندما استطاعت السحلية الفرار ببطء منها. على الرغم من أن أفعى الكوبرا أسرع وأقوى، لكن السحلية بسبب حجمها الكبير لم تمت سريعا، فانتهى مقطع الفيديو عندما تخلت الكوبرا عن المعركة وذهبت السحلية بعيدا بسرعة أكثر من المعتاد في محاولة منها للهروب، ويبدو أنها كانت المحاولة الأخيرة لها، لكنها تضررت بما فيه الكفاية، ولا نعرف إن كانت ستبقى على قيد الحياة طويلا أم لا. ما رأيك أنت عزيزي المشاهد؟ اكتب لي رأيك في التعليقات حول هذا الفيديو. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى تتوصلوا بكل ما هو جديد يوميا. إلى اللقاء.